صارت شي تحب ذكرياتك بمدينة الصدر لو المنطقة تسكنها حاليا؟ لا لا تأكيد هاي المدينة أنا يعني اللي بيها ذكريات جميلة. هذه المدينة عشت بيها أجمل أيام عمري. يعني بالابتدائية مثلا كنت أروح أتمشى من بيتنا إلى مدرسة ابن خليكان اللي هي بقطاع 17 وإحنا بيتنا كان ب 61 وأتمشى، ووضعنا كان تعبان في تلك الفترة، يعني عائلة احنا كبيرة، والدي متزوج اثنين، ونروح يعني نفس تكرم نفس الحذاء ونفس هذا ونروح للمدرسة، وكانت شوارع منبلطة فطيانة وتفاصيل والتراب يعني نروح، بس كنا يعني بالامتحانات اوكي يعني اخذ درجات زينة. وذكرياتي بها يعني تعلمت كرة قدم ايضا. انا كنت لا حارس مرمى كنت اي صد له ثلاجه طب علي. لا لا انا ثلاجه زينه. لا لا حارس مرمى زينه انا. طوله كم زين مال الحارس. اي اي يعني انا بالموبايل عندي صور، يمكن لو قال لي كان طلعت لكم اياها يعني. حلو. واستمريت يعني ايضا هاي المدينه عندي ذكريات فيها، انه اغلب اصدقائي من المدينه مثل المبدعين يعني مثلا من ضمنهم فنانين ومن ضمنهم شعراء ومن ضمنهم مثقفين، واليوم ايضا من ضمنهم ناس يعني على مستوى بالدوله، اعضاء مجلس نواب وقاده عسكر واخرين يعني. هم كنا اصدقاء احنا ولد منطقه واحده، وهذه المدينه انجبت رجال يعني حقيقيين. صح يعني صح. رغم المعاناه رغم الالم اللي مر ومن ولد الابطال والمبدعين ورحم المعاناه. فكان قطاع 61 هو قطاع السواعد، مع جل احترام البقية العشائر اللي موجودة قطاع أمامك يعني النسبة العليا كانت في السواعد كبيرة، فكان هو يتعرض إلى اعتقالات في هذا القطاع. هو اعتقلوا من عنده هواي ناس، يعني اعتقلوا من عنده من أقربائي ومن غير أقربائي يعني فاللي انعدم انعدم، واللي رحمة الله على روحهم، واللي هاجر هاجر يعني. فعندي ذكريات عندي بهذا. كنت مثلا اطلع من البيت، مدرستي كانت المتوسطة الانطلاق كانت بجميلة، فاتمشى من بيتنا للجميلة مشي يعني تعرف لا بايسكل عندنا ولا كذا. ففي يوم من الايام عندنا عرض مسرحي، فما عندي ملابس، فاخذت ملابس ابوي الله يرحمه وده مثل، فاجوني جاني اخوي قال لي امي تدور على الملابس مال ابوي، يريد عنده فصل يريد يطلع. قال حضرين الملابس، حضرين الملابس ورا الغداء اطلع انا. فيدورون على الملابس، هي تدري انا ماخذن. فدزت اخوي قالت له روح قول له ابوك يريد الملابس. فاجاني قال لي ابوي يريد الملابس. فقالت له يعني حافظ ودها للمكوى. فجيت انا جبت وجيت بدرب والله جايب المكوى جيبه اي لا بس حافظت علينا. حافظت علينا.